السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جينا نشاركوا معكم الحليب، كيفاش كيكون حليب ويولي رايب ومن بعد كنخضوه. هنا راه تحلب كيكون خضر وتيتصفى مزيان في الصفايه، وكنخليوه هكا حتى كيولي بحال هكا رايب. من بعد كنخضوه باش كنخرجوا منه الزبده. هانتوما شوفوا كي دايره فحال الرايب، داكشي راه طبيعي، ما فيه حتى شي حاجه لراسو تيريب. دابا غادي نمخضوه. شوفوا في الكاس، انا راه كليت منه هو رايب. شوفوا في الكاس كيفاش كيكون. دابا تنخويوه في هادي باش نركبوه في هاديك اللي كيمخضو فيها، كتسهل المخيط. تنخلطوه شويه باش ما كيتكفحش، باش ما كيتزلاش لينا بداك الجهه تيكون جامد. تنخلطوه شويه وكنكبوه ونسدو عليه باش نخضوه. احنا سدينا عليه مزيان باش ما يتزلاش، ودرناه في هاد الاله هادي اللي تيمخضو فيها، كتسهل دغيا كيتمخض. هنا راه دغيا كتمخض، ما كتعذبهمش حتى في المخيط بحال الطريقه التقليديه. هنا راه تنمخضو برا البنات، كنمخضو برا، داكشي كله طبيعي، على برا جالسين وتنمخضو، ماشي لداخل. احنا مازالين في الدار ديالنا الاخرى اللي فيها، اللي جيت ليها نهار الاول، اللي صورت لكم فيها. هنا هو التمخض، شوفوا راه خويناه في هنا اللي مازال في داك فين مخضناه. دابا هنا نخويوه في السطل وعاد غنجمعوا داك الزبده. هاي الزبده كتهبط صافي، وغادي نجمعوها ونديروها في الماء باش نحيدو من هذاك الحليب. شوفوا هنا راه امي غادي تبدا تجمعها دابا باش نديروها في الماء كما قلت لكم، باش نحيدو منها الحليب. وغادي نديرو لها الملحه حيتاش كتكال. شوفوا الطريقه باش كتجمعها، هي راه موالفه معاها، كتكورها باش كتقطر من هذاك الحليب اللي فيه هذاك اللبن. هذه هي الزبده البلديه على حقها، وطريقه راه جايه مأصله، داكشي بلدي من البقره نيشان. دابا هنا نديروها في الماء باش تبقى تحركها في الماء باش كيخرج منها الحليب، باش ما كتحماطش، باش ما كتخسرش. الا بقى فيها اللبن غادي تحماط. يعني كتجمع داكشي حيت هي اصلا كتكون طالعه فوق اللبن، ملي كنكبوه صافي كتطلع من الفوق، كتبقى تجمعها غير بصبعانها.
هادشي راه صعيب، البنات فيه تمرة ولكن النتيجة راه عاوتاني كتفرح وكتاكلي كلشي بلدي، كلشي طبيعي. شوفوا الطريقة اللي كدير لها باش كتخرج منها الحليب، كتبقى تبرك عليها في الماء باش كيخرج منها الحليب. تخافوش راه ما كيبقاش فيها الماء، ولا من بعد كتبقى تحركها بحال الطريقه ديال الاول، صافي ما كيبقاش فيها الماء. تبغى تصفي هذا الماء هذا ودير له الملحه. حنا صفينا داك الماء، تنديروا له الملحه ونعاودوا نزيدوا عليه الماء ونعاود ثاني نحركوه هكا باش تدخل فيه الملحه، وعاوتاني كنزيد تخرج منه الا بقات فيه داك اللبن. شوفوا الطريقة اللي كدير، صافي دابا غتصفي منها الماء وغادي تخليها. دابا غتولي صالحة للماكلة، يعني تشوفوا راه ما كيبقاش فيها الماء كاع. ديرها هكا كتبقى غير تهز منها وتاكل، راه ما تلقاوش بحال الحاجه اللي طبيعيه وبلديه، كتعرفوا الاصل ديالها منين جاي، ماشي بحال شي مواد غير تناكلوهم وصافي ما تنعرفوش كاع منيش مصايبين ولا شنو المواد اللي فيهم. وهذه خبيزه كنيله، طيبنا الخبز في الصباح البنات ودرنا فيها السمينه. شوفوا حتى الخبز ديال البلاد كي داير مع الطحين ديال الزرع، ودرنا فيها السمينه وكليناها. شوفوا امي راه تهلات فيا، عمرات ليا الخبيز زفتها. راه داكشي والله البنات ما تشبعوا منه، داكشي غزال. نتمنى نكون قربتكم من الاجواء ديال البلاد وديال داكشي التقليدي والطبيعي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.